للمزيد من المتابعة من بيروت ينضم إلينا الدكتور زكريا حمودان الباحث في الشأن الدولي. دكتور زكريا، أرحب بك معنا في هذه الساعة. أهلا بكم، تحياتي لكم. نعم، أشكرك. إذن فيما يتعلق بتركيا ودعمها للإرهاب، البعض كان يتوقع أن مع تعالي الأصوات احتجاجا على ما تقوم به تركيا الآن، أن ربما يكف أردوغان عن تدخلاته أو يقلل ربما من شأنها في الفترة القادمة، ولكن ربما تابعنا على الصعيد الآخر أن هناك تصعيد من جانب أردوغان في الدول التي يتدخل بها. تعليقك. يعني أولا، عندما نتابع ما تقوم به تركيا اليوم سواء في سوريا، ليبيا أو العراق، يعني يتضح لنا بأن هناك نوع من أولا التعتيم الإعلامي الدولي على ما تقوم به تركيا وعدم الإضاءة على ذلك، خاصة على مستوى الدول التي لها مصلحة مع ما تقوم به تركيا. يعني هناك دول تركيا تنفذ مصالحها بطريقة غير مباشرة، وهي تتبع هذه الطريقة وكأنها تقول للعالم أنه أنا أستطيع أو أنا مستعدة أن أنفذ مصالح الدول الكبار على حساب المصالح، خاصة على المستوى العربي، على حساب ضرب بعض الدول العربية والاستيلاء على بعض الأراضي العربية تحت ذريعة وجود تركمان هنا ووجود أحلام وطموحات للنظام التركي هناك. يعني إذن بشكل أو بآخر دكتور زكريا، تقصد القول أن تركيا هناك قوة أخرى تقوم بدعمها فيما تقوم به في الداخل العربي؟ صحيح 100%. يعني هناك غطاء دولي لهذا الأمر البديل، يعني حسب تقديرنا قد تكون قوة واحدة أو عدة قوى. يعني اليوم ما يجري في العلن يختلف عن ما يجري في السر، يعني تجدين دولة وأخرى تتقاتلان في العلن، وسرا هناك قنوات مفتوحة وربما هناك تنسيق في نقاط أو في جبهات أخرى. يعني للأسف هذا ما يجري في العالم اليوم. نعم، طيب فيما يتعلق ربما باستفزاز تركيا الدائم للاتحاد الأوروبي، ربما كنا دائما نتساءل لماذا لا يأخذ الاتحاد الأوروبي أي خطوة فيما يتعلق بالانتهاكات التركية، ثم تابعنا بعد ذلك أو لاحظنا أن الجانب التركي دائما ما يلوح بورقة اللاجئين لاستفزاز الجانب الخاص بالاتحاد الأوروبي، وبالتالي قام باستخدام هذه الورقة. هل تغيرت الأمور الآن دكتور زكريا؟ يعني ربما في الفترة الآونة تابعنا أيضا امتعاض واحتجاج من الداخل الأوروبي لانتهاكات تركيا. يعني إذا أردنا النظر إلى الموضوع الأوروبي ومقاربته على ما أثرناه في جوابي على السؤال الأول، نجد بأن هناك مصلحة بين تركيا وبعض الدول أو بعض القوى الكبرى في العالم. مثلا هناك مصلحة مثلا بين تركيا وروسيا، مصلحة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية مثلا في الضغط على الاتحاد الأوروبي، يعني هذا أحد الأمثلة. فلذلك أنا أقول يعني بنفس الوقت، يعني عندما تستعمل تركيا، هي إدانة لتركيا عندما تستعمل البشر كأداة. يعني لو كانت تركيا تضغط بشكل دائم من خلال اللاجئين على الاتحاد الأوروبي، كنا قلنا بأن هناك قضية إنسانية تحملها تركيا، ألا وهي قضية اللاجئين. أما عندما تقوم تركيا باستخدام هذه القضية عندما تدعي الحاجة، فهنا نقول بأن تركيا تتاجر بالبشر. وإذا أردنا التحدث مثلا عن الموضوع في ليبيا، هناك قرابة اليوم، أنا في دراسة أجريتها، هناك قرابة المليون لاجئ في ليبيا ينتظرون دورهم للسفر الغير الشرعي إلى أوروبا. هذه نقطة يعني ستثار في الأشهر القادمة، خاصة نحن الآن في فصل الصيف. في فصل الصيف تنشط حركة اللجوء غير الشرعي، كذلك الأمر في بداية الخريف حتى في بداية شهر فصل الربيع. فلذلك طبعا ورقة اللجوء هي ورقة تستخدمها تركيا. متى ينتفض الاتحاد الأوروبي على ما تقوم به تركيا؟ الجواب سيكون بكل بساطة عندما تقف مصادر إيصال الغاز والموارد الطبيعية التي تمر عبر تركيا أو حيث لتركيا نفوذ تجاه أوروبا. نعم. يعني كما نعلم بأن هناك خط غاز يصل من روسيا عبر البحر الأسود إلى تركيا ومن تركيا إلى أوروبا،
واليوم تسيطر تركيا على بعض النقاط الاستراتيجية في طيب ليبيا. إن كنا نتحدث في هذه النقطة أيضا دكتور زكريا وعن تركيا تحديدا، إذا دعني ربما أفند ما تتفضل بذكره فيما يتعلق بنوايا تركيا. هل تركيا دائما ما تقوم بدعم الإرهاب لتحقيق حلم عثماني أردوغاني، أم أن على الجانب الآخر الموضوع أكبر ويتعلق بالنفط والغاز؟ يعني هناك قسم أول يتعلق بالطموحات وأننا نأتي على انتهاء مفاعيل اتفاقية لوزان، فطبعا هذا الجزء الأول موجود والطموحات بدأت حيث انتهى الحلم التركي بالتوسع داخل الأراضي العربية، وأنا أتحدث عن الأراضي التي تم اقتطاعها من السلطنة من خلال اتفاقية لوزان. هذه النقطة الأولى. أما بالنسبة للمصالح، طبعا لتركيا مصالح بأن تضع يدها على النقاط الاستراتيجية في الأراضي في الدول العربية مثل ليبيا سوريا والعراق، وهنا يعني نتساءل أو حتى أننا نتوقف عند هذه النقطة بشكل لنتساءل أين دور الدول العربية بما يجري. وكنا قد رأينا سابقا الموقف المشرف الذي أصدره الرئيس المصري عندما وضع الخطوط الحمر، صحيح، ووجدنا هناك متغيرات كبيرة على الساحة الليبية، خاصة في العملية الأخيرة التي ادعى فيها النظام التركي بأن هناك طائرات أتت من الفضاء لتضرب في مطار الوطية. نحن نأسف أن يتم تدمير بعض جزء من البنية التحتية العربية، ولكن هذا كله بسبب التدخلات التركية التي تقوم بها تركيا. طبعا طبعا، ونؤيد دائما بشكل دائم الموقف المصري المشرف سواء كان على مستوى الخطوط الحمر أو حتى نتمنى أن يكون ذلك متقدما على الخطوط الحمر، لأنه يجب أن تكون ليبيا خالية من أي وجود سواء تركي أو غير تركي. يعني ليس ليبيا فقط دكتور زكريا، ولكن أيضا نتحدث هنا عن سوريا والعراق وكل الدول التي بها تدخلات أجنبية. كل شبر عربي، كل أرض عربية، نحن نتمنى الوحدة للدول العربية بالتأكيد. لا التفرقة، وما تقوم به بعض الدول داخل الأراضي العربية سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا أو السودان أو الصومال، هذه عملية تفرقة وتدمير للوحدة العربية. نعم. يعني مصر هي رائدة في مجال الوحدة العربية يعني، ويشهد لها على مر السنوات الماضية. طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف من بيروت الدكتور زكريا حمودان الباحث في الشأن الدولي، شكرا جزيلا لك.